السلام عليكم، أنا يحيى. هالحلقة بعنوان أساليب مبتكرة في تعلم اللغة السويدية. حأطرح ثلاث أساليب مبتكرة أنا شخصيا استفدت منها كتير أثناء مسيرتي في تعلم اللغة السويدية من الطفولة وإلى الآن. في حلقة سابقة عرضت لبعض قنوات السويدية التلفزيونية السويدية اللي أنا نصحت فيها متابعتها، ولكن هالمرة بحب ركز على موضوع معين بيتعلق بمشاهدة التلفزيون، وهو قراءة النص أو الترجمة باللغة السويدية الموجودة المرافقة للأفلام والبرامج. وطبعا في هناك حتى برامج السويدية نفسها مترجمة بالنص للغة السويدية بأجهزة التلفزيون الحديثة. في بعض جهاز تحكم ممكن يطلب الواحد النص حتى للبرامج اللي هي الناطقة أصلا باللغة السويدية، وهي بالتحديد اللي بنصح فيها بمتابعتها قراءة وبنفس الوقت سماعا، وبيحصل الفائدة العظيمة والكبيرة جدا جدا من متابعة المنو. فمن استقل بهذا الأسلوب هو قراءة عند مشاهدة التلفزيون قراءة النص المترجم من السويدي إلى السويدي المرافق للبرامج. حقيقة تحصل فائدة كتير كبيرة، لأنك عم تسمع عم تشوف وبنفس الوقت عم تقرأ الموضوع. في موضوع تاني كتير وشوي غريب، اللي هو السويد كتير اهتمت خلال تاريخها بالقصص الشخصيات المصورة. بداية كانت للأطفال، ولكن حقيقة هاي الشخصيات حتى بتابعها الكبار، وفي إلها هواة وفي ناس بتجمع المجلات المصورة. طبعا ما عم بحكي عن أي مجلات، طبعا سوق واسع عريض جدا جدا جدا، وفي الموجود في الأسواق العالمية أغلبه موجود في الأسواق السويدية باللغة السويدية، مثلا اللي بيسموه كالانكا، اللي بيسموه موسيبيج، اللي بيسموه بامس، اللي بيسموه طبعا فانتومن، الشبح، سوبرمان، سبايدر مان، هالقصص كلها هي موجودة. ولكن اللي أنا بنصح فيه حقيقة واللي أنا استفدت منه كتير هو بيجمع عصفورين بحجر واحد، هو التعرف على الثقافة السويدية من خلال هالقصص، وبنفس الوقت الاستفادة اللغوية. هاي القصص في شخصيات مصورة سويدية، وأغلبها أو كلها إذا كانت هي عبارة عن شخصيات هزلية فيها روح الدعابة وفيها روح المرح. بنصح بمتابعة وقراءة بعض هالقصص، وبنفس الوقت ممكن يعطيها لأولاده الواحد، فبنفس الوقت بيستفيدوا منها هن وتستفيد منها أنت بالناحية اللغوية. بعض العناوين المقترحة في مجلة مصورة اسمها نتي أتام، يعني رقم 91، وهو شخصية عسكرية هزلية موجود، يعني عسكري في الجيش بيحصل له مفارقات، جيش سويدي طبعا، من المجلات الرائعة جدا. في مجلة اسمها كمان أوتي خيوان، وهو كمان شخصية شبيهة لها في الجيش، بتحصل له مفارقات كمان كتير حلوة، كلها طبعا بتدور ببيئة سويدية. في كمان شخصية شبيهة لهم اسمها كناسن، طبعا هاي من القصص مصورة. في شخصية اسمها هاي مضحكة جدا اسمها أوسا نيسة فريدولف، أوسا نيسة فريدولف، وهي عبارة عن زوجين سويديين كبار في السن تحصلهم مفارقات مضحكة جدا. فهي من المجلات اللي قرأتها كتير بصغري، وما زال أي عدد بيوقع تحت إيد الشخص بيوقع تحت إيدي بحب أطلع عليه وأقرأه. في شخصية اسمها كروم بلوم، كمان شخصية كمان هزلية سويدية، شخص كبير في السن. طبعا هالقصص إذا بنروح على قسم الجرائد في المحلات والسوبر ماركت موجودة هالقصص هاي، ولكنها غالية الثمن. الفائدة فيها الأعداد الجديدة فيها مواكبة لتطور الواقع، أما هناك في أعداد قديمة وطبعا هي من السبعينات والثمانينات وما قبل كمان، وهي محط بيرصدها هواة الجمع المجلات هي إلى هواة خاصين. ولكن هاي الأعداد القديمة موجودة في، إذا بتذهب لأي قسم للجرائد والمجلات والكتب في السكند هاند موجودة، بتلاقي ثمن القصة المصورة 5 كرونات أو 3 كرونات، وأحيانا أرخص وأحيانا أغلى شوي، فممكن تحصيل عليها من هالأماكن هاي. طبعا عن القسم الثالث اللي كتير مهم
وبساعد فعلا وحقيقة، وهو أسلوب مبتكر جدا. الكل معنا معه موبايل، معه تليفون، وأكيد هلا أنا ما أدران يسبي لين دنها فيديو من موبيل، ما بقدر أنا أرجيكم على تليفوني لأني أصلا عم صور هالفيديو بتليفوني، ولكن الموضوع بتعلق بإعدادات اللغة بالموبيل. الموبيل بالسويدي فينا نقول تليفون، وبالعربي جهاز الهاتف الخلوي الموبايل في بعض البلاد بيستخدموها. الموبيل بنصح بقوة إذا الواحد حقيقة بده يحصل فائدة كتير كبيرة ويومية وبشكل غير مباشر، هو تحويل إعدادات اللغة في الموبيل اللي معك من اللغة اللي أنت بتستخدمها مثلا العربية أو الإنجليزية إلى اللغة السويدية. حقيقة فيه فائدة كتير كتير كبيرة. أول شيء الموبيل كل يوم بين إيديك، وفي تواصل دائم، كل شوي بيجي اتصالات، كل شوي بيجي رسائل، وانت بحاجة تقلب بالموبيل حتلاقي كل هالمادة موجودة بين ايديك باللغة السويدية. بتذهب مثل المعروف، بتذهب للإعدادات او سيتينجز، وبتحولها بتصير باللغة السويدية انستالنينجر. انستالنينجر هي الإعدادات نفسها. طبعا تخيل هالكم هلا الكبير اللي انا هحكي لك عنه. مثلا كلمة انستالنينجر صارت انت صرت تسمعها بالسويدي، اللي هي الاعدادات انستالنينجر مني الذاكره، بتروح بدك تشوف ساعه كلوكا، بدك تشوف الكالكيلاتور الاله الحاسبه، بدك تشوف الكونتاكتر جهات التواصل اللي موجوده معك. مثلا اذا بدك تحطها على الصامت اللي هو حاله الطيران فليك بلان سلاجي، مثلا بدك تحطها على عدم الازعاج ستور اي، بدك تحطها مثلا على الجي بي اس او المكان بلاتس روتيرا اوتوماتيك، الميلان الدوران التلقائي الاوتوماتيكي، الصور جاليري، ومثلا بدك تشوف الوقت تعدل الوقت والتاريخ دوتوم تيد، بدك تشوف الامان ساكر هيت، بدك تشوف المستخدم انفندر. وبهالطريقه هاي حيكون في عندك كم كبير كتير كتير من الكلمات الموجوده بين ايديك اللي انت بشكل غير مباشر حتقدر تربطها، لأنك صرت تعرف استعمالها على الموبيل، فحتقدر تربطها في عالم الواقع لما تشوفها في مكان آخر. هاي 3 نصائح كانت، أو 3 أساليب مبتكرة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وإلى اللقاء بإذن الله في فيديو آخر، وشكرا لكم.